السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق فعلا قعدت اضحك عليه لحد ما نمت. انا منزل فيديو عارض فيه الانبس داروس وبيذكر اسمي وبيقول ان انا شيطان. مجموعات على الفيس وده بقى كويس قوي ان انا بقوله. واحد اسمه ام عبد الله اللي زوجته واحد اسمه واحد اسمه استاذ حسين محامي وفي معاه زعبيان. بس الناس دول بكل اسف عاملين صفحات. فالمسيحي داخل بيعلق لي بيقول لي هو انت يا ابني مصدق نفسك ان حد زي كده يرد عليك؟ انت يا ابني انت اقل من اني ترد عليك من اسقف او حتى خادم، ويا ريت تعرف قيمة نفسك او انت بالنسبة للناس دي. وراح شاتم، في حين ان انا الفيديو اللي انا عرضه هو ذكر اسمي بالاسم. فده بيوضح ان في فئة من المسيحيين هو ما بيسمعش الفيديو، هو بيعلق على العنوان. انت شايف ان الانبس داروس بيعلق على كلامك؟ لا، انت ولا انت ما يردش عليك. طب ادخل اسمع الفيديو. ودي مشكلة ان بعض المسيحيين بيدخل يعلق على كلامنا من غير ما يسمع اصلا احنا بنقول ايه، اللي هو انا كده وخلاص. وبالذات لما يبقى الموضوع بقى مرتبط باسقف. ليه؟ لان الاسقف ده كتاب الدسقلية بيقول ان هو اله على الارض، اله بالحرف كده، اله إلهكم على الأرض. الأسقف ده هو إله المسيحيين الأرثوذكس الأقباط على الأرض. أنا عايزكم بقى تشوفوا الفيديو ده. ده الأنبا كراس على ما يعني على ما يبدو لي داخل كنيسة من الكنائس. بصوا المنظر عشان تعرفوا قد إيه المسيحيين بيعبدوا حرفيا الناس دي. هتقول لي ما هو بيبوسوا ايديهم، ايه المشكله ما انت بتبوس ايد ابوك؟ هل الأسقف يبوس ايد الشخص؟ لا. طب ليه الشخص ده يبوس ايد الأسقف بس والعكس ما يحصلش؟ لو انت بتعتبرها احترام، ما هو انسان برضه يحترمه المفروض. بصوا الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع الناس دي عشان تعرفوا المشكلة في ايه. المشكلة ان هم شايفين ان دول آلهة على الارض، فما ينفعش يذكر اسم واحد مسلم ويرد عليه، في حين ان الفيديو ذكر الاسم. ومش دي القضية، يعني انا قضيت ان انت بتعلق على فيديو من غير ما تسمعه وبتتهمني وبتشتمني على اساس اللي انت ما سمعتوش اصلا. بصوا عشان تعرفوا بس المستوى اللي بعض المسيحيين وصل ليه. ده المستوى بتاعهم، بيعلقوا من غير ما يسمعوا، او حتى من الناس اللي بيحاولوا يردوا عليا بيردوا من غير ما يكملوا الفيديو، في حين ان انا رديت على الكلام اللي هم قالوه او وضحت الكلام اللي هم قالوه في نفس الفيديو اللي هم بيردوا عليه، ومع ذلك ما بيردوش على كلامنا لان مفيش رد. مش عشان هو شخص جاهل او كده، لا، هو الايمان المسيحي مش مديله ان هو اصلا يعرف يرد على مسلم بيسال اسئله في الايمان المسيحي، سواء في ألوهية المسيح أو يعني موضوع الثالوث أو موضوع صحة الكتاب المقدس. التلات مواضيع دول التلات مواضيع اللي أنا بتكلم فيهم على الأقل خالص الفترة دي. كتبت عن مواضيع تانية زي موضوع مريم عليها السلام، وإن هي اتهمت من اليهود، ورديت طبعا الاتهام ده ووضحت هل الاتهام ده فعلا حصل أو لا، تكذيبا لكلام زكريا بطرس اللي كان بيكذب القرآن الكريم. أنا رديت عليه في كتاب، وكتاب عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، تناولت موضوع عبادة مريم وظهورات مريم عليها السلام. فأنا أتمنى من كل واحد مسيحي لما يدخل يعلق يبقى يسمع الفيديو بس قبل ما يعلق، عشان ما نقعدش نتعب نفسنا في حاجة أنت أصلا لا سمعتها ولا فاهم إحنا بنقول إيه ولا أي حاجة. وأهلا بيكم.